طريق السلامة. معنا بتليفون حنان تميمي، باحثة في الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. صباح النور، مرحبا بكم معنا حنان. صباح الخير، صباح النور، صباحك أسعد، صباح يا أمل وكافة مستمعينا ومستعملي الطريق. يعيشك، مرحبا بكم معنا حنان. دونك احنا باش نكملوا في الموضوع اللي حكينا فيه البارح. البارح حكينا على الكاسك لمستعملي الدراجات النارية والهوائية والأهمية متاعها حنان، وانا كنت سألتك البارح وقلت لك كيفاش حكاية البيرمي متاع الدراجات النارية، وين وصلت الحكاية ذي؟ قلت لي أمل غدوة باللي ديتاي نحكيو فيها ونعطيو أكثر تفاصيل للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. أيه، البارح احنا وقتنا بدنا وعطيناهم هكا لمحة إن شاء الله تكونوا يسمعوا فينا فيما يخص الدراجات النارية اللي على حسب ما ولات قوة الحوادث وبرشا كوارث قاعدة تصير، تم تقنين طريقة استعمال الدراجات النارية ولات في موجب رخصة سياقة. أنا هاو اليوم باش نعطي أكثر تفاصيل كيف قلت لك البارح، حتى أمور قانونية باش الأخوة المستمعين يفهموا حقوقهم وشنو ليهم وش عليهم. اش نقولوا اليوم يا سيدي؟ باش نقولوا راهو فما قانون، فما امر حكومي عدد 510 في سنه 2021 مؤرخ في 18 جوان 2021 في فصله 53 معناها 53 يتعلق بضبط اصناف رخص السياقه وشروطها وصلاحيتها وطريقه تجديدها. دونك في الفصل هذا يقول لك راهو ما عادش لا يمكن لاي شخص سياق دراجه ناريه صغيرة بعد معناها بعض ما أجال قانونية وبش نحكيوا عليها إلا بموجب رخصة سياقة بالتغني، معناها مش أي عبد يتوا يخدم الموتور ويخرج يدور في البلاد ويسيركيلي من غير حتى من غير بيرمي، معناها لازم يكون عنده رخصة سياقة. أي تتبع رخصة سياقة باش يكون مؤهل، خاطر ولينا نشوفوا في ظاهرة كبيرة اللي هي الصغار متاع 12 و13 سنة وحتى ولينا نشوفوا 16 سنين 11 سنة ناس تسوق في موتورات تكري في الموتور بالساعة بالنص ساعة. هذه كوارث كثيرة قاعدة تصير، حتى كيصير لا قدر الله الحادث لا ينجم هو ياخذ تعويضات، لا ينجم معناها حتى كمسؤولية مدنية ولا جزائية، ما عادوش بالكل معناها غير مؤهل باش يسوق. هذاك علاش تم معناها سن شروط واصبح البيرمي اوبليغاتوار بالنسبة لعمر معين. إيش باش نقولوا توا باش نعطيو شويه شروط اللي تقول كافة اصحاب الدراجات الناريه اللي تجاوزت راهو توا اعمارهم 40 سنه من غير المتحصلين على رخصه سياقه دراجه ناريه صنف B او صنف A واحد، خاطر يعرفوها مليح هذوما اللي يسوقوا الموتورات، لابد انهم يتصلوا باحدى الادارات الجهويه في الوكاله الفنيه للنقل البري اللي يختاروها هما، مش بالضرورة في بلاصة معينة، اللي على حسب كل واحد وجهته ولا بلاصة اللي باش يختارها باش يسجل ويقوم بإجراء امتحان للحصول على رخصة سياقة من الصنف المطلوب اللي هي A1. حاب نقول يا أمل راهو ماهيش حاجة كومبليكي ومش حاجة صعيبة برشا، راهو هذايا امتحان يقتصر على إجراء اختبارات نظرية فقط. داكوغ، معناها فيما يخص البيرمي للناس اللي عندها درجات اللي تحب تسوق درجات النارية، معناها يختلف هوني بيان سور على البيرمي نتاع انك تسوق كهرباء. كما نعرفوا كهرباء فما الكود وفما الكوندويت، في الدرجات النارية شنو هو الحاجات معناها المطلوبة؟ الكود يقراوه زيد حنينة؟ هابش نفسر للخيين باش يفهموني مليح، خاطر هي راهي سامبل برشا وبسيطة برشا، اما الناس ما تعرفهاش بتيجي تقول لك انا باش نمشي نقرا ونعدي، وكيفاش باش نعدي الكود وكيفاش باش نعدي بيرمي الكونتريت في الموتور وشكون باش يركب معايا ويوريني؟ لا مش هكا الحكايه، هاي بالضبط كيفاش تصير. هذيا يمشيو يقراو مده شهر وبالمواظبه، معناها كيفاش تاخذ انت البيرمي على حسب مواظبتك وانت حضورك يومي وتقرا، تعدي امتحان نظري فقط على حسب قانون الطرقات باش تقرا باش تعرف زادا، مش خاطرو موتور راهو يدخل في الانتيغتي لا ما عندوش الحق وفما ستوب زادا يقف فيه، فما هذاك قانون الطرقات المجله يقراها يفسروها له ويعدي عليها الاختبار. ها باش نفسر وكل كيفاش بالضبط باش تصير العمليه، وانيا فما كل زادا دراجه سائق دراجه ناريه متوسطه او صغيره الحجم صنف AA زادا كيف يلزم تحصل على رخصه سياقه.
باش نعطي الاعمار امل خاطر توا هذه في شروط العمر مش كيف ما الدراج كيف ما معناها كيف ما الكهرباء ولا سنيرو مارك ولا شاحنه ولا حبات مش كيف بيه. فما توا الاجازه القصوى اللي فرضها القانون راني نقول توا قانونيا من الناحيه القانونيه الصرفه ولات فما تنجم يكونوا يتخطى ونجموا يتعاقبوا اللي عمره 40 سنه عنده اخر اجل باش يمشي يسجل ويتحصل على رخصه السياقه تبعوني مليح اخر اجل 31 ديسمبر 2021 اللي هو تعد اتعدى واللي عمرهم ما بين 26 سنه و 40 سنه اخر اجل 31 ديسمبر 2022 واللي عمرهم من 16 سنه ل 25 سنه اخر اجل نتاعهم 31 ديسمبر مش اجل معناه الاطفال يوم اخر اجل حصول الشيخ برخصة السياقة اي بيان سور 31 ديسمبر 2023 اي هذوما الاجيال اللي نحكي عليهم راهي مهمه برشا والناس تجهلها راهو شفت العمر يفرق وعلاش قلنا 16 سنه خاطر هذاك الحد الادنى يعني اقل عمر 16 سنه نبداو معناها نسوقوا الدراجه الناريه ابارتيغ من عمر 16 سنه ما عادش تسوق ونوجه نداء بكل لطف ان شاء الله هيك هيك اليوم في الدراجات الناريه كي سمعوا فيا راكم ترتكبوا في خطر كبير كي يجيك ب 3000 و 5000 و 2000 فرنك نصيف ساعه ولا سويعه باش يعمل فيها دوره ودولاشه في الحومه هي بابا راك انت عباره باش تقتل ارواح هاك 3000 و 5000 تحطهم في مكتوبك اما وراها روح من بعد شنو عمره سامحني شنو عمره 10 سنين و11 و12 سنه وهو يدور بالموتور ما بين يزكزك في التناقي والانهج ويخرج على الكياس هون الوالدين زاد شويه كونترول وشويه كبس وزاد كيف حتى اللي عندي كريو ماذا بينا يتحملوا شويه مسؤوليتهم نحب نعطي ملاحظه امل بالنسبه للاختبار باش نبسطوا لخينا المستمعين الصنف A1 في الدرجات الناريه فقط شويه يتعلم قانون الطرقات برك اختبار بسيط جدا اختبار معناها نظري خاص بالدراجات في ظرف شهر من سنة يكون مواظب وياخذ البيرمي نتاعو بالنسبه فما اختلاف هوني في الايامات بالنسبه للصنف اي 2 اللي هي دراجه ناريه بمحركات اكبر من 125 سنتيمتر يفهموني مليح اللي يستعملوا في الدراجات الناريه هذا يلزم يعدي اختبار في قانون المرور معها شويه اسئله تكميليه خاصه بالدراجات خاطر هذه دراجه تسمى متوسطه كبيره على الدراجه الاخرى هذه يتحصل على البيرمي نتاعو في ظرف 45 يوم معناها تزيد له 15 يوم باش يزيد اكثر معرفه بالدراجه الناريه اللي هي عندها محرك مش كيف ما الدراجه الاخرى هذو هما النصائح بسيطه جدا اجراءات بسيطه برشا اللي الناس مش عاطيتها قيمه واهميه بالكل وشفت انا هاني كي بسطتها بس ما نتصورش فيها كومبليكاسيون ولا فيها شويه صعوبه اي وحتى الفتره مش برشا يعني يا شهر يا 45 يوم وتنجم تتحصل على البيرمي نتاعك وكي كان انت بدك تبدا فيهم اكثر الكود نتاع دو لا روت وتبدا فيهم البلايك اكثر اللي موجودين وتعرف كيفاش تسوق وتبدا امورك قانونيه زيد هذايا اهم حاجه حنينه قانونيه ومنظمه ونعرف لا قدر الله يصير حادث عنده ساعات انا نقول حاجه وربي يلطف بالناس الكل ساعات يصير حادث موتور ونقول حادث قاتل راه حادث مرور قاتل كيف يتوفى شخص ما يلقاوش حتى هويته ما يعرفوا عليه حتى شيء يقعد انا مطيش في الموق ولا في السبيطار والعائله تبدا تفركس من بلاصه اقل حاجه هذه ابسط انه هويته معروفه الشخص ابسط حاجه هذوما لو احنا المعاين هذا حاجات نعاينوا فيها احنا يوميا صحيح علاش نقدم في النصائح هذيا خاطر كل شيء نشوفوا فيه وكل شيء نعاينوا فيه والصعوبات والمشاكل كلها نطرحوا فيها وبالتالي راهو الحلول عاد احنا نقابلوا ناس يقولوا ما فماش حل لا فما حل هاو احنا دورنا في الحملات التحسيسيه توعوي دور الاعلام الهام جدا وتبارك الله معناها الاذاعه ماخذه زيت كبير والناس كلها تسمع فيها اسمعوا ما تسالش اما مش الفايده اني سمعت حليت الغاتشو هاني سمعت لا اسمع وطبق فوالا هذا هو هذه رانا نصايحنا اللي نقدموا فيها مش باش نحكيو برا لا نحكيو على سلامتك وسلامه غيرك باش انت تعيش مرتاح وتمشي في حفظ ربي وتروح لاباس وتمشي لعائلتك
وتخرج الناس الكل بثمانة، وراه هذا قانون ماهوش قانون حبرا على الورق. راهي الجمعية التونسية للوقاية من حفظ الطرقات نخدم في خدمة كبيرة برشا، وديما هذه شعارنا وهدفنا هو الحب، الحب للحياة والانتصار للحب للحياة، ماهوش راهو كلام وبرا. هذا احنا فعلا نطبقوا فيه كيفما احنا تعبين وتعبنا مخلوف، ونقولوا انتوما على الاقل طبقوا تحيوا نفسكم، وراهو النصايح اللي نقدموا لكم ماهوش كلام نقراو فيه في كتب وبرا، لا راني نقول فيه كلام قاعد يصير يوميا، مشاكل موتى مصابين مجروحين عائلات معناها باش نقول منكوبه في البوم والام والاخت والخو والعبد العزيز. يزي خلي الناس كلها تعيش مرتاحه وان شاء الله يا ربي تمشي وتجي وتدور في الكياسات بامن وبامان. امين يا ربي. وطريق سلامه للجميع. هذه الكلمه اللي انت نبدا بها ونختم بها، وربي يفضل الناس الكل ويحمي الناس الكل. يعطيك الصحة حنان، ميرسي بوكو على نصائح الكل اللي قدمت هنا، إن شاء الله يا ربي تعم الإفادة للناس الكل. كانت هذه طريق السلامة. طريق السلامة.